طبعا مشاركتنا اليوم اللي نحن مشاركنا بسيارة مقدمة حوادث، هي تعتبر كسيارة جديدة من حيث التصميم والشكل. يعني حبينا نطلع من المعتاد اللي هو السيارات التقليدية للإطفاء بالنسبة للحجم هذا، فصممنا السيارة هذه بحيث أنها تناسب طبيعة عملنا كالدفاع المدني دبي. تم اختيار السيارة طبعا بعناية حسب احتياجنا نحن، وتم تصنيعها تصميمها عندنا في ورش الدفاع المدني. المميز طال عمرك السيارة هي خفة الوزن، والمعدات اللي فيها مستخدمينها معدات جدا متطورة وحديثة، معدات يعني لها كفاءة عالية جدا في الإطفاء والإنقاذ.